العراق على وقع الاحتجاجات المستمرة، أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى، والصدر يطالب برحيل الحكومة. التونسيون ينتخبون في ثالث انتخابات تشريعية منذ الثورة، إقبال ضعيف على الصناديق وتوقعات ببرلمان دون أكثرية. سوريا والمسار السياسي، انعقاد اللجنة الدستورية خلال أسابيع وتساؤلات حول تطبيع العلاقات الدولية مع دمشق. أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. مأزق سياسي حاد يدخله العراق مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية وارتفاع أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين. مفوضية حقوق الإنسان العراقية تتحدث عن أكثر من 100 قتيل ونحو 4000 مصاب خلال 5 أيام من المظاهرات في بغداد وعدد من المدن. المطالبات ارتفع سقفها لتصل حد استقالة الحكومة وإسقاط النظام. القوى السياسية في معظمها لا تزال على بعد خطوة من هذه الاحتجاجات، غير أن الزعيم العراقي مقتدى الصدر ذهب صراحة إلى المطالبة بالاستقالة باستقالة الحكومة العراقية والدعوة إلى انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فيما قال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إن الحكومة فقدت أهليتها للإدارة. المشهد العراقي يزداد سخورة ولا حلول في الأفق وسط تأكيد حكومي على إدراك المشاكل التي تعاني منها البلاد والمطالبة بالالتزام بالقانون والنظام العام. الاحتجاجات العراقية المستمرة منذ أيام والتي وقع ضحيتها أكثر من 100 قتيل حتى الآن فرزت مواقف سياسية متباينة على المستوى العراقي والدولي أيضا، فيبدو أن افتقار هذه الاحتجاجات إلى تنظيم سياسي خلفها ورد فعل الحكومة الذي جاء عنيفا منحها تعاطفا محليا ودوليا، خصوصا أن المطالب الأساسية للمحتجين اجتماعية واقتصادية بالأساس وتتعلق بتحسين الخدمات ومعالجة قضايا البطالة والفساد، إلا أنها اتخذت طابعا سياسيا بلغ المطالبة برحيل الحكومة بعدما وقع من ضحايا. القيادات السياسية في العراق دفعت باتجاه احتواء غضب الشارع والعمل على تغيير السياسات، فشدد بيان صادر عن الرئاسة على ضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف. وزارة الداخلية العراقية التي قدرت عدد القتلى خلال الاحتجاجات ب 104 أشخاص والمصابين بأكثر من 6000 قالت إن من بين القتلى 8 من قوات الأمن، لذلك يميل المراقبون إلى خيار تصاعد الاحتجاجات خصوصا بعد فشل اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع ممثلين عن المتظاهرين في الوصول إلى أي نتائج. يدعم ذلك موقف المرجعية الشيعية التي انتقدت الحكومة وحثت السلطة والمتظاهرين على التراجع قبل فوات الأوان. مصادر عراقية ذكرت أن هناك مساعي لإقناع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم استقالته، إلا أنها أكدت وجود ضغوط إيرانية تمنع ذلك. الحكومة العراقية بدورها أعلنت عن حزمة من القرارات تهدف لاحتواء المظاهرات، فكشفت الحكومة عن عدة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة، ووصفت هذه القرارات بأنها استجابة للاحتجاجات الدامية في بغداد ومدن الجنوب، واعتبرت القتلى من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء شاملة إياهم بالمنح المخصصة لعائلات الشهداء بموجب القانون العراقي، كما تعهدت بتقديم الخدمات الصحية للجرحى والتكفل بنفقات علاجهم. الأمم المتحدة دعت إلى وضع حد للعنف الذي اجتاح العراق خلال الأيام الماضية، وقالت ممثلة أنطونيو غوتيريش الخاصة في العراق إن المسؤولين عن الخسائر الفادحة في الأرواح يجب أن يمثلوا أمام العدالة. إذن حول التطورات في العراق أضحي بضيفي نائب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية معي هنا في الاستوديو الأستاذ باسل الغريري من بغداد. أرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين علاوي. أهلا بكم أستاذ باسل، أبدأ معك. يبدو أن لا صدى لتعهدات وتدابير أعلنت عنها الحكومة بدليل سقوط قتلى وجرحى في تجدد المتظاهرات في شرق بغداد، ما هو التفسير برأيك لذلك؟
أعتقد هناك فقدان الثقة بالنسق السياسي، لأن المتظاهرين لديهم تجارب سابقة، هذا أمر الوعود سوف وسوف وسوف تعودوا عليها منذ يعني التظاهرات الأولى المدنية عام 2011، كان في زمن رئيس الوزراء السابق المالكي وقال أعطوني 100 يوم ولم ينتج شيئا، ثم تكررت مرة أخرى في زمن الدكتور حيدر العبادي، والآن تكرر بنفس الوعود، لكنه الآن المقاربة الأمنية في مقدمة المقاربات الأخرى تدل على غريزية السلطة، لأن يعني تعرف هذه منطوق دفاعي، حينما تقدم الجانب الأمني أو الخيار الأمني هو الأول في المعالجات، معناه أن لديك غريزة البقاء على السلطة، وحينما السلطة تتصرف غريزيا من دون أفكار فبالتأكيد النتائج تبدو مضطربة. ولذلك احنا رأينا يعني تصريح المسؤولين العراقيين سواء رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية، تشعر أن الكل يحاول اللحاق بالحدث، وأعتقد أن الحدث قد فاجأ الجميع، لأن هذا الجيل شباب جيل خاضع غير خاضع للأيديولوجية، لا أحد يستطيع أن يركب هذه الموجة، لا شيوخ عشائر، لا رجال دين، بل كانت القوى السياسية غائبة عنها، لم تقودها. لا هذه ربما هي هذه ميزاتها، لأن في السابق حينما تكون تحت سلطة يعني الأحزاب السياسية أو أي سلطة أخرى، من السهل الوصول إلى تفاوضات مع الرأس أو الهرمي، وبالتالي سيؤثر على القاعدة يعني الجماهيرية. الآن لا يحدث هذا، الآن لأنه لا توجد لها رأس حقيقة، يعني مجموعة من الشباب كلما كان يحاول خرق جدار اللامبالاة من السلطة كان دائما يجابه بالقمع وايضا بالتشكيك ويعني الاستسهال او محاوله يعني تجاوز هذه المطالب. احنا عندنا مع الاسف عدم وضوح للرؤيه، والمطالب اللي او الشبابيه هي مطالب عادله، تظاهر سلمي، هذا العدد 104 لحد الان، اضيف ربما 5 يعني هذا المساء. هذا المساء هذا عدد كبير حقيقه ومهول، ويثير اكثر من يعني تساؤلات، وهذا التساؤلات ينبغي ان توجه الى السلطات الامنيه، لانه يعني هذا امر محزن ومعيب في حق السلطات. أستاذ حسين علاوي، لماذا الإصرار من وجهة نظرك على هذا التعاطي الأمني الخشن والعنيف من قبل قوات الأمن وقوات مكافحة الشباب بحق متظاهرين أبرياء عزل؟ يعني كل ما يطالبون به عيش كريم، توفير قوت، بماذا تجيب الحكومة؟ بماذا يجيب رئيس الحكومة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. حقيقة رحم الله الشهداء الآن حقيقة في التظاهرات، إن كانوا من قبل المتظاهرين الشباب العزة الذين يمثلون الجيل الثاني من المتظاهرين، وكذلك شفى الله الجرحى. حقيقة المشكلة مشكلة كبيرة، أنا أتوقع العراق ما عنده ممارسة فعالة جدا في مجال فض التظاهرات، ولا يمتلك تلك الخبرة وثقافة التظاهر والاحتجاج جديدة، لأن هي جزء من منظومة الاحتجاج على النظام السياسي الحالي الذي يعاني من مشاكل كبيرة في مقدمته، قضايا الخدمات والوظائف والفساد، وبالتالي هذه الأعراض الكبيرة في قطاع الشباب على ما دفعت الشباب إلى المسير إلى الشارع في 1 أكتوبر، وهذا بالتالي ما كان الرد الأمني هو الخيار الأول على ما يبدو لدى السلطات الأمنية المحلية. السلطات الأمنية المحلية لم يكن لها احتكاك وتجربة في إدارة تظاهرات ومحاولة يعني هنا أستاذ حسين، يعني دعني هنا أستوقفك قليلا، هل يجب على كل دولة أن تمتلك ثقافة فض التظاهرات، أم عليها أن تمتلك على الأقل الإحساس بأن هناك مواطن يحتاج إلى خدمات، يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى وظيفة، بدلاً من مئات، أستاذ حسين أرجوك، بدلاً من مئات المليارات التي اختفت من المشهد العراقي منذ العام 2003، لماذا لا أحد يجيب عن تلك المئات من المليارات التي اختفت وحال المواطن العراقي لم يتغير من سيء إلى أسوأ، ونتحدث الآن عن ثقافة فض المظاهرات؟ يعني أكيد أتفق معك أننا نحتاج إلى تلبية مطالب المجتمع ومطالب الشباب ومطالب كل الشرائح الاجتماعية داخل الدولة قبل الحلول الأمنية، لكن بالمقابل أنا عندما أجبت لحضرتك هذا الجواب حتى أفسر لك الظاهرة التي تحدث
هنا في العراق. نعم اتفق معك، القوى السياسية العراقية قد أغرقت العراق بقضايا كبيرة من حرمان وجوع وتزايد معدلات الفقر والفقر المدقع وكذلك البطالة وكذلك عدم الاندماج بين الشرائح الاجتماعية وكذلك المجتمع الطبقي الذي الآن تشكل على مدى 16 سنة. أنا أتوقع القوى السياسية العراقية هي الواحدة من المشاكل الأساسية الآن للمشهد السياسي العراقي، دفعت هؤلاء الشباب لاستخدام العنف المضاد تجاه السلطة الأمنية، وبالتالي العنف والعنف المضاد ولد للأسف هذه الصورة التراجيدية من الضحايا بعدد يعني كبير جدا. يعني عندما نقارن هذه التظاهرات مع التظاهرات التي برزت في عام 2011 في عام 2015 في عام 2018 تجد انها ارتفعت اعداد الضحايا ارتفاعا كبيرا، وبالتالي للاسف هذا الاستخدام المفرط للقوه، تدخل اطراف خارجيه كذلك في المعادله الامنيه لاداره التظاهر وحمايه يعني التظاهرين. ارجو ان توضح لي من هي الاطراف الخارجيه الاقليميه؟ هل الولايات المتحده تتدخل؟ لا هي ليست هل ايران هل ايران تتدخل؟ لان هناك بعض يعني يعني هناك صيحات وكذلك لم تكن ودودة تجاه إيران. إلى أي مدى يعني يرى من وجهة نظر المحتجين أن إيران تتحمل مسؤولية ما عن الوضع القائم في العراق؟ لا أكيد إيران والنفوذ الإيراني والنفوذ التركي والنفوذ لبعض الدول العربية واضح جدا أصبح مواد للنفوذ الدول الكبرى حقيقة التي لعبت أدوار في عملية تشكيل المعادلة السياسية العراقية. لكن بالمقابل دعني أعرف المشكلة الأساسية، سيتكلم بالبيان الحكومي الذي صدر ليس أكثر من هذا الموضوع، لأنه هذا البيان هو يحتاج حقيقة إلى تحقيق وتحقيق ما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية وحتى السيد رئيس الوزراء عندما التقى به قال إننا سنحقق وننتظر هذا التحقيق. نعم قد تكون اللجان تسوف هذا الموضوع، أنا أتوقع أن هنالك بعض الأشخاص الذين توقعوا من الممكن حماية النظام السياسي وتقديم المساعدة إليه، ولكن هذه المساعدة هي كانت مساعدة سلبية، للأسف ذهب ضحايا من القوات الأمنية مقابل المواطنين الأبرياء العزل الذين هم شباب يطالبون مطالبات سلمية بحقوقهم الاجتماعية الطبيعية لكي يعيشوا حياة كريمة. هذه مشكلة كبيرة، لابد الآن من الحكومة العراقية أن تعرف هذا الطرف، وهي مسؤولية أخلاقية ومسؤولية في إطار العمل التضامني والتعاطي مع المواطن، وكذلك مسؤولية أمنية في تعريف هذا الخطر الذي هدد أمن المواطن العراقي. طيب أستاذ باسل، اليوم بما تعهد به رئيس الحكومة العراقية من تدابير اجتماعية واقتصادية وتقديم حلول من مساكن وتوفير فرص عمل، ترى أنها يعني بمثابة حلول جذرية لمشاكل متراكمة في العراق أم ترقيعية وعبارة عن مسكنات سمعنا بها من قبل حكومات سابقة ولم يتحقق للمواطن أي العراقي أي نفع؟ أتفق معك تماما، هذا أنا أعتقد نوع من الإلهاء ومحاولة رشة الجمهور، لأنه هذه يعني واضحة جدا. أولا الميزانية العراقية يعني هي مثقلة بعجز، لأنه كان عجز متوقع قبل هذه الأحداث لموازنة 2020 هي عفوا 72 مليار، وهذا يعني مبلغ يعني كبير حقيقة. لو أضيفت إليه هذه المشاريع فمعناها أن العراق سيواجه عجزا مهولا كبيرا. أيضا العراق لديه التزامات مع صندوق النقد الدولي البنك الدولي، وبالتالي بصدد هيكلية الاقتصاد، وهذه الإجراءات ربما يعني ستبعد العراق من التزاماته حول المجتمع الدولي. أعتقد هذه الإجراءات أيضا غير قابلة للتصديق، أنا أعتقد سرعان ما سوف تتبخر. وأنا قلت لك هناك عدم ثقة بالنسق السياسي، هذا عدم ثقة بالنسق السياسي بالتأكيد في النتيجة النهائية سيؤدي إلى يعني اشتعال أو تجدد الموجة، أنا سميتها الموجة الشبابية الأولى للتغيير، وأنا أعتقد أنه هذه الموجة مرة أخرى إن
يعني استطاعوا قمعها بطريقه واخرى مره مرتين عشره الى اخره. انا اعتقد في النتيجه النهائيه سيتم يعني بدون اي وجود اي حلول جذريه ستستمر هذه المفاوضات. انا اعتقد كره الثلج قد تدحرجت ولا نعرف ما هي نهايتها. اذا كان رئيس الحكومه عادل عبد المهدي وما قدمه من تعهدات قد فشل في اقناع الشارع المحتج الغاضب، هذا الشباب الذي يحتاج على ظروفه ولا يستطيع تامين قطع عيشه لابنائه والمسكن والوظيفه اللائقه المحترمه، اذا من هو في العراق القادر على اقناع هذا الشارع؟ وهناك كانت هناك مناشده من المرجعيه لم تثمر عن نتائج، البعض حتى انتقد ذلك التدخل. أنا أعتقد في جزئية خطاب المرجعية دائما الفرص الأخيرة اللي كانت تمنحها المرجعية واحدة يعني تلو الأخرى فهمت خطأ من قبل النخبة السياسية بأنها فرصة للتنفس، يعني كانت بمثابة أشبه بحائط صد، ولذلك كان هنالك كثير من يعني انتقادات حول المنطقة الرمادية اللي يعني كان في هذا الخطاب، بمعنى انه كان من المفترض ان يكون خطاب اكثر قوة مع الشعب في اتجاه السياسيين. الساسة دائما ما ينتهزون فرص ويحاولون التأويل، اللعب على التأويل من اجل الاستفادة من اي فرصة للتنفس. المشكلة السياسية أنا مثل ما قلت هذه الطبقة تم إنشاء نوع من الأوليغارشية الفاسدة، الكليبتوقراطي اللي هي نظام اللصوصية أشبه حقيقة بهذا التوصيف، لأنه هنالك ثروات وصل العراق تريليون حسب دراسات غربية، بلد النفط والخيرات بالفعل يعني. ما تم هدره بحدود 300 مليار، وهذا مبلغ يعني أنا قرأت رقم يتحدث عن 450 مليار دولار منذ العام 2003. يعني هو احنا يعني نزلت للمرتبه الادنى، وال 300 مليار يعني مبلغ مهول جدا. لا يوجد انجاز واحد استراتيجي واحد لم يتم بناء. احنا عندنا 23 مليون شخص هو في سوق العمل، البطالة توصل فوق 35%، هنالك تدهور في البنية الصحية، البنية التربوية، البنية كثير من البنى. لو كان الأمر عكس ذلك لما خرج العراقيين في تظاهرات. أستاذ حسين علاوي، هل برأيك يستطيع رئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي خوض حرب الفساد في ساحات الكبار وليس الفاسدين الصغار وضرب يد من حديد وليس خشب؟ لا، اتوقع الامر صعب جدا، يعني لان السيد رئيس الوزراء يحاول الان بهدوء ان يفكك الفساد واحجيات الفساد، لكن بالمقابل الفساد الكبير لن يتفكك بهذه السرعه، هو يحتاج الى اراده سياسيه ويحتاج الى وقفه وطنيه جاده، لانه الان المشاريع التي هي 6000 مشروع متوقف من اصل 8000 مشروع حقيقه، هذا ما يجعل الموضوع الان قضايا المكاتب الاقتصاديه للاحزاب، قضايا التوزيع هذه العائدات في المشاريع الاستثماريه، لان تعلم حضرتك هنالك نمطان للموازنه التحتيه، نمط خاص بمشاريع الاستثماريه التي تقوم باشراف عليها وزاره التخطيط والماليه، وكذلك موازنه البترودولار، وهنا هدرت الاموال هدرا كبيرا، فبالتالي هذا الفساد الكبير لا اتوقع السيد عادل عبد المهدي سيقف امامه وقادر حقيقه لوحده، وانما يحتاج الى اراده سياسيه، يحتاج الى اتفاق سياسي أن نعيش عراق من دون فساد. هذا الاتفاق السياسي بين القوى السياسية المؤسسة الآن للنظام السياسي العراقي من كل المكونات العراقية بالمناسبة، لا نستثني بها أحد، لأننا أهدرنا فرص التنمية وفرص الشباب هؤلاء الذين هم الآن في الشارع. بالمناسبة أنا خلي أتكلم بصورة واضحة جدا عن موضوع الثروات في العراق، يعني ما تحدث به دكتور باسل حقيقة حول أن المديونية التي يقال أنها مديونية في الموازنة الاتحادية، أنا أتوقع نعم أن الديون موجودة في الموازنة، لكن بالمقابل هذه الأرقام المبالغ بها والتي تطلق من قبل للأسف اقتصاديين هنا في العراق حقيقة ويتم سياقها، ليست هي موجودة أصلا حتى في تقارير الصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بهذا المجال. أنا أتوقع العراق سيحقق في كل سنة الآن فائض للأسعار النفطية 10 مليار دولار، وبالتالي العجز المخطط هو عجز وهمي وليس هنالك عجز، ولكن عملية التسويق السياسي والسياق السياسي
لهذه المعلومات، جعل من هذا الوهم حقيقة والوهم المعلومات يصل إلى الجميع، وبالتالي الجميع يستخدمه بدون التحقق والدراية من هذا الموضوع. أنا أتوقع أن خطة الآن السيد عادل عبد المهدي إن أراد أن يذهب إليها، وهي خطة جريئة بامتياز بالمناسبة، مجلس الإعمار وكذلك تغيير نمط الموازنة الاتحادية من البنود والجداول إلى موازنة المشاريع، هذا سيقف أمام الفساد الكبير، وسنقف لأول مرة من عراق من دون فساد، أو هنالك هدر ولكن هدر مقنن بصورة دقيقة، قد يكون بسبب الإهمال أو بسبب سوء التخطيط فقط، ولكن العائد الذي سيعود للمواطن والشاب العراقي فرص العمل وتحقيق التنمية، وبالتالي الرضا الذي تتطلع عليه السؤال أكبر، كم يلزم أستاذ حسين، أريد منك إجابة جدا مختصرة، كم يلزم من وجهة نظرك لتحقيق كل تلك التدابير والتعهدات، وقت استمعنا لحكومات سابقة ذهبت هذاك الاتجاه؟ يعني أكيد طبعا التقييمات الاقتصادية كانت تحتاج إلى 975 مليار دولار قبل مشيء تنظيم داعش الإرهابي وسيطرته على المدن المحررة، الآن قد نصل إلى تريليون وربع حتى ننهض بالعراق والبنية التحتية الخاصة به، وخصوصا البنية الشبابية والبنية الإنسانية. نعم. نحتاج بناء الإنسان قبل كل شيء. أنا أشكرك من بغداد الكاتب والمحلل السياسي حسين علاوي، كذلك أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور باسل الغريري نائب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكما. التونسيون يختارون برلمانهم والتوقعات بكثير من المفاجآت، هذا الملف عقب فاصل قصير. إذن تتواصل عمليات الفرز في ثالث انتخابات تشريعية تشهدها تونس منذ ثورة وسط إقبال وصف بأنه ضعيف. الهيئة العليا للانتخابات قالت إن نسبة التصويت وحتى ظهر اليوم بلغت نحو 24%، وهي نسبة تذكر إلى حد ما بنسبة التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة قبل أسابيع، ما يشي بحالة عدم الرغبة في المشاركة التي وصل إليها التونسيون. ويبدو أن الأحزاب السياسية لم تقنع الناخبين في الإقبال على التصويت، ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 15,000 مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة. ويخشى العديد من المراقبين من تشكيل برلمان مشتت قائم على كتل حزبية صغيرة وعدد كبير من المستقلين، وهو ما سيجعل من تشكيل الحكومة المقبلة مهمة صعبة. تقام الانتخابات البرلمانية في تونس بين جولتي الانتخابات الرئاسية، وتعد الانتخابات التشريعية التونسية الثالثة منذ اندلاع ثورة الياسمين، حيث يدخل فيها البرلمانيون معركة تحسين الخدمات العامة والتي يعاني التونسيون من نقصها. الانتخابات التشريعية تجري قبيل حوالي أسبوع من بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، والتي تصدر مشهدها شخصيتان سياسيتان جديدتان، هما المرشح المستقل قيس سعيد ومنافسه مرشح حزب قلب تونس والموقوف بتهم مالية نبيل القروي. الهيئة الانتخابية أوضحت أن المرشحين موزعون على 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة، حيث يتسابق نحو 15,000 مرشح على 217 مقعدا في المجلس، غير أن الأحزاب الرئيسية في تونس كحزب النهضة ونداء تونس وسعت حملاتها في الانتخابات التشريعية، إذ لم يحالفها الحظ في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. وتعكس أجواء المنافسة بين حزبي النهضة وقلب تونس أجواء انعدام الثقة بين الحزبين، فكلاهما يرفضان الانضمام لأي حكومة تضم الطرف الآخر، ما اعتبره مراقبون أمرا غير مبشر في المفاوضات المقبلة بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة. إذن يقف البرلمان التونسي أمام عقبات خلفتها حكومات سابقة، إذ إن البرلمانيين الجدد يقفون في وجه ضعف اقتصادي للبلاد وضع التونسيين في مستويات متفاوتة وتراجع في جودة الخدمات العامة. حول انتخابات تونس التشريعية أرحب من هناك بالكاتب والمحلل السياسي بالحسن اليحياوي، ومن تونس أيضا بالكاتب والمحلل السياسي كمال بن يونس. أهلا بكما أستاذ كمال بن يونس. يعني نسبة إقبال وصفت بأنها ضعيفة، هل يعني مارس الناخبون التونسيون تصويتا عقابيا هذه المرة على غرار الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى؟
وبالفعل يعني ممكن أن نعتبر أنه منذ 2011 نصف التونسيين تقريبا ونصف الناخبين لا يصوتون، دوما المشاركة في الانتخابات كانت بين 40 و60%، وفي هذا رسالة. في الانتخابات الرئاسية في دورها الأول كانت نسبة المشاركة 45%، أي أن 55% قاطعوا، لكن أعتقد أن نسبة المشاركة ارتفعت في الساعات الأخيرة، وفي ذلك رسالة، وهو تأكيد للهوة وبين الطبقة السياسية عموما والشباب وغالبية أبناء الطبقات الشعبية. ولاحظنا في القنوات التلفزية التونسية تأكيد من الكثير من المواطنين على الأسعار وغلاء الأسعار وتدهور القدرة المعيشية للطبقة الوسطى وللطبقات الشعبية وخاصة للمهمشين. كذلك أغلب السياسيين لم يدلوا بتصريحات بعد نتائج الانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر في دورها الأولى، يعتذرون فيها للشعب ويعلنون أنهم فهموا رسالة الغاضبين خاصة من الشباب، ولكن كل طرف دخل يحاول تبرير وبرزت مناكفات وتجاذبات جديدة. لكن في النهاية أعتقد هذا المسار رغم كل شيء يؤكد إصرار أكثر من ثلث الناخبين التونسيين أو حوالي النصف على تسوية خلافاتهم سياسيا وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر العنف أو صناديق السلاح والمفرقعات. نعم، إن كان هذا أمرا جيدا أستاذ بالحسن اليحيى، ولماذا برأيك يعني إذا كان هناك حالة من عدم الثقة من قبل الناخبين بالسياسة والسياسيين التونسيين، لماذا لم تنجح تلك القوائم تلك أولئك المستقلين أو مستقلون في إقناع الناخب التونسي بالذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع بعد البرامج التي قدمت أثناء الحملات الانتخابية وصفت بأنها كانت واقعية وضعت الإصبع على الجرح كما يقال؟ نعم، مساء الخير. في الحقيقة يعني رصيد الثقة لدى المواطن التونسي اتجاه السياسيين عموما، سواء كان هؤلاء السياسيين ينتمون إلى أحزاب أو يتقدمون كمستقلين، هو رصيد منخفض جدا وانخفض أكثر فأكثر. بالنسبة للانتخابات الرئاسية كانت هناك ما يمكن اعتباره طفرة، لأنه توجهنا نحو ما يمكن تسميته بالتصويت العقابي، والذي ذهب لاختيار شخصية مستقلة للانتخابات الرئاسية. في الانتخابات التشريعية لا يمكن أن نعتبر ما حدث تصويتا عقابيا، نحن في حدود 40% من نسب المشاركة النهائية، والنتائج سوف تثبت أن القاعدة التصويتية الثابتة بالنسبة لجميع الأحزاب تقريبا، بدءا من حركة النهضة إلى قلب تونس إلى بقية الفصائل السياسية، هي من ذهبت إلى التصويت. وعموما في كل التجارب الديمقراطية نحن لا نتطلع إلى نسبة مشاركة تتجاوز 60%، إذا ما تجاوزنا 50% فهو يعتبر أمرا جيدا، ما دون ذلك فهي العادة وهو ما اعتاد عليه تقريبا التونسيون منذ 2014. 2011 وصلنا إلى 65، ولكن سنة 14 كنا في حدود 42 إلى 45، اليوم نحن 40%. إذن قاعدة تصويتية ثابتة ذهبت إلى التصويت لصالح أحزابها، مما مكن حركة النهضة من تصدر المشهد السياسي يليها مباشرة قلب تونس وبفارق بعيد. لكن أليس من المبكر أن نريد أن نقف عند هذه أستاذ بالحسن، أليس من المبكر الإعلان نتائج؟ يعني تابعنا استطلاعات الرأي، قلب تونس وترى نفسها في المقدمة، فيما حركة النهضة تعلن الحزب فائزا وصاحب التكتل الأكبر أو في المرتبة الأولى إنجاز التعبير. يعني كيف يجري حسم هذه المسألة الآن؟ نعم، هو الآن نحن نتحدث تقريبا عن نتائج تقريبية، هذه النتائج نتائج صبر الآراء التي تؤخذ مباشرة بعد الخروج من مكتب الاقتراع، وهي تكون عادة نتائج قريبة جدا إلى الواقع وقريبة جدا إلى النتائج الحقيقية بفارق بسيط، قد لا يتجاوز هذا الفارق نسبة 1 إلى 2%. هذه النتائج عند خروج من مكتب الاقتراع تتحدث عن حوالي 40 مقعد لحركة النهضة، يليها قالب تونس بحوالي 33 مقعد، ثم المرتبة الثالثة إلى النصف تقريبا 15 مقعد، وهو الحزب الحر الدستوري والتيار الديمقراطي وحركة الشعب أيضا. إذا نحن أمام مشهد برلماني مشتت بدرجة كبرى. طبعا
يجب أن نشير إلى أن المستقلين هم الحائزون على المرتبة الأولى. نسبة التصويت لدى المستقلين، لدى القائمات المستقلة والقائمات الائتلافية هي في المرتبة الأولى، إلا أنه لا يمكن لهذه الفئة من المستقلين التعهد لديها بتشكيل الحكومة. تشكيل الحكومة يكون للحزب الفائز الأول وهو حركة النهضة، وستواجه تحد كبير في إمكانية الجمع بين كل هؤلاء هذه التناقضات، يعني حركة الشعب، يعني الحزب الحر الدستوري، يعني قلب تونس. سوف تجد تحد كبير لتشكيل الحكومة، ويبدو أننا أمام 5 سنوات تتميز بصراع سياسي. سأتي إلى إذا المشهد المقبل. أستاذ كمال أمل يونس، يعني اليوم القواعد الانتخابية التي يعني استنفرت وانتفضت نحو أحزابها لتحسيم الأمر فيما يتعلق بالنهضة، قلب تونس أو نداء تونس وغيرها من الأحزاب، لماذا فرص المستقلين هي فرص جيدة كما أشار الأستاذ أبل حسن؟ ومن هم منهم برأيك المنافسون الجدد في ظل تركيبة برلمانية قد ينظر إليها ويجري التوقع لها بأنها ستكون مشتتة وتشكيل الحكومة غاية في التعقيد؟ هو الحقيقة اللغز الكبير الآن هو في التعرف على هوية هؤلاء المستقلين، لأن كل المراقبين يؤكدون أن ما بين 70 إلى 80% من المستقلين هم ليسوا مستقلين فعلا، ولكنهم سياسيون قريبون إما من التيار الإسلامي وحركة النهضة أو من التيار الدستوري، أي من الحزب، حزب بورقيبة وبن علي ونداء تونس، حزب باجي القائد السبسي ويوسف الشاهد، أي أنهم سيتحالفون مع الآن العائلة الدستورية، لأن الانتخابات حسب التقديرات الأولية أفرزت 3 تيارات. التيار الإسلامي الذي حصل على 42% في 2011 ثم على 27% في 2014، الآن تراجع إلى حوالي 17.5 أو 18%، لكن هناك حلفائه أو الأطراف القريبة منه أو المنشقة عنه مثل ائتلاف الكرامة وعدد من المستقلين حصلوا على نسب تتراوح بين 6 و4 و5، أي أنهم يمكن أن يشكلوا تحالفا بالاشتراك مع الدستوريين المعتدلين أو التيار الوطني المعتدل. لا ننسى كذلك أن حزب قلب تونس، وخاصة حزب قلب تونس وجديد، لكن زعيم حزب قلب تونس نبيل القروي رغم الحملات الإعلامية المتبادلة بينه وبين قيادات النهضة، هو كان أقرب السياسيين إلى راشد الغنوشي وإلى حركة النهضة خلال الأعوام 9 الماضية، والخلاف برز بينهم في الشهرين الأخيرين لما اختلف مع يوسف الشاهد ولما برزت معطيات جديدة، فالتحالفات ممكن أن تبرز مجددا. طبعا في صورة فشل تشكيل ائتلاف حكومي بعد شهر تمنح للشخصية المكلفة شهر ثاني، إذا فشل رئيس الجمهورية يكلف شخصية من خارج الائتلاف الفائز ويعطى كذلك فرصة شهر أو شهرين، وإذا لم ينجح يقع حل البرلمان وتقع الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة ربما بعد 3 أشهر، وهذا يدخل البلاد في أزمة جديدة، وهذا يطرح سيناريو تناقشه وسائل الإعلام منذ مدة، إمكانية التمديد لرئيس الحكومة الحالي واعتبارها رئيس حكومة تصريف أعمال حتى حسم هذه الخلافات، لكن في الكواليس وربما بضغوطات داخلية وخارجية ورجال الأعمال الذين يمولون الأحزاب الإسلامية واليسارية والقومية والليبرالية أغلبهم نفس رجال الأعمال، وكذلك قادة المجتمع المدني ونقابات العمال ورجال الأعمال والفلاحين والمزارعين ومنظمات حقوق الإنسان، قد يضغطوا في اتجاه تشكيل نوع من الائتلاف. أما إذا حصلت القطيعة فلا بديل عن حل البرلمان بعد 4 أشهر والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، وهذا لا تتحمله أوضاع البلاد الاقتصادية والأمنية خاصة في ظل الحرب في ليبيا وغموض الوضع في الجزائر واستفحال المشاكل الأمنية والاقتصادية في المنطقة. طب أستاذ بالحسن، يعني تحدثت عن فرص جيدة، كذلك أشار الأستاذ كمال إلى فرص المستقلين، لكن هناك ما يطرح الخشية من كيانات سياسية إما راديكالية أم غير واضحة والمعالم والتوجهات تحدث تعطيلا في عمل المجلس المقبل البرلمان أو إرباكا فيه، هل هذا لأي مدى هذا السيناريو قائم وفعلا يخشى منه؟ نعم، هو الآن مثل ما أشار الأستاذ كمال، يعني بالنسبة إلى المستقلين جزء كبير منهم ينتمي بصورة غير مباشرة إلى بعض الأحزاب أو أنه ينتمي إلى نفس الخلفية الفكرية لبعض الأحزاب،
وهناك بعضهم يضمن يعني خطابه أبان عن كما أشرتم راديكالية من نوع ما، ولكن دائما فيما يتعلق بالخطاب الانتخابي وفيما يتعلق بالوعود الانتخابية، هذه الوعود الانتخابية يلفها النسيان مباشرة بعد إعلان النتائج لنمضي إلى خطاب من نوع جديد يتنصل فيه المنتخبون من كل وعودهم تحت عناوين شتى، عناوين الإكراهات الاقتصادية وعناوين الاستحقاقات المستعجلة، الكثير من العناوين، يعني كل البرامج تنسى مباشرة بعد تشكيل البرلمان وبعد إعلان النتائج، وهو ما تعودناه من هؤلاء السياسيين. الآن إذا كنا نتحدث عن المشهد السياسي القادم وكيف يمكن أن يكون هذا المشهد السياسي، نعم هناك اضطراب كبير وارتباك كبير منذ الآن في تحديد كيف يمكن أن يكون هذا المشهد السياسي إذا ذهبت حركة النهضة أو أصرت حركة النهضة على دعم المرشح قيس أسعيد في الانتخابات الرئاسية. فيبدو من الصعب جدا أن يستجيب قلب تونس للتحالف مع حركة النهضة، وبالتالي ستجد حركة النهضة نفسها في مأزق، لأن كذلك بقية الكتل التي تلي قلب تونس في الترتيب بعضها من المستبعد أيضا أن يتحالف مع حركة النهضة. في اعتقادي أننا قد نكون أمام سيناريوهات من نوع استحضار الرباعي الراعي للحوار، أو استحضار وثيقة قرطاج في نسخة رابعة أو نسخة خامسة، أو يمكن حتى الذهاب إلى حكومة تكنوقراط حتى نبتعد عن سيناريو إعادة الانتخابات التشريعية أو إعلان عن ضرورة الانتخابات التشريعية المبكرة. السمة الأساسية للخمس سنوات المقبلة هو استدامة الصراع السياسي في مقابل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي هي الهاجس الأكبر بالنسبة للتونسيين، والتي هي الهم الأكبر بالنسبة للتونسيين. ولكن يبدو أننا لازلنا نخوض هذه الفترة الانتقالية بكل صعوباتها. الجانب المشرق الوحيد هو هذه التعبير الديمقراطية من طرف الشعب التونسي، وهذا الاختيار الحر وفي نهاية الأمر حر ومسؤول للتونسيين. نعم قد تطول هذه الفترة المؤلمة، ولكن من المؤكد أننا سنصل إلى نهاية النفق مهما طال الزمان. طيب أستاذ كمال بن يونس، يعني قبل قليل أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نسبة التصويت في هذه الانتخابات التشريعية بلغت 41% بس من أجل يعني تحديث النقاش. برأيك من هو أو من هي الجهة أو القائمة أو الحزب الذي سيكون من أكبر الخاسرين؟ قلب تونس الآن يتقدم يضع نفسه في المقدمة، وكذلك النهضة، الأحزاب التي تبعثرت، اليسار، نداء تونس، تلك التي كانت لها السطوة في وقت ما في تونس ثم تراجعت. يعني أنا أعتبر أن من بين الأسئلة الاستراتيجية التي ينبغي أن تطرح اليوم بكل وضوح، هل أن تكليف الحزب الفائز بالمرتبة الأولى أي حركة النهضة بتشكيل حكومة جديدة سيعيد التونسيين والبلاد إلى مربع 2013 لما اضطرت حركة النهضة وكانت أقوى في البرلمان من الآن، وكان معها رئيس من الترويكا المرزوقي وحلفاء من بينهم علمانيين ويساريين مدعومين من عواصم غربية، واضطرت إلى الخروج من الحكم تحت في ظروف صائفة 2013 بعد المنعرج الأمني العسكري في مصر والأمني العسكري في عدد من دول الربيع العربي والاعتصامات في الشوارع التونسية. هل ستقبل النهضة العودة إلى هذا المربع أم ستختار أو ستقترح على بقية الأطراف السياسية تشكيل حكومة يرأسها تكنوقراط وتضم أساسا شخصيات من التكنوقراط وتضمن تحالف العائلات الثلاثة الكبرى التي تؤثر في المشهد السياسي التونسي منذ 60 عاما، أي العائلة الوطنية الدستورية التي بنتها الدولة الحديثة وتنتمي إلى حزب بورقيبة وبن علي وحزب نداء تونس رغم انقسامه، لأن حزب تحيا تونس بزعامة يوسف الشاهد والعائلة الدستورية موجودة في هذا في هذا المشهد في شكل أحزاب وكذلك مستقلين. تيار النهضة والإسلاميين لديهم حلفاء ومستقلين قريبين منهم، والتيار العروبي تيار حزب الشعب القومي حصل على حوالي 7%، وكذلك التيار الاجتماعي اليساري موجود. فأعتقد أنه في صورة حرص كل الأطراف على تجنب دفع البلاد في أزمة جديدة قد يقبلون بحكومة تكنوقراط وبتنازلات تجنبهم تشكيل حكومة تدخل في أزمة مع النظام الدولي ومع النظام الإقليمي وتعيد إلى السطح
ما يسمى بأحزاب الإسلام السياسي. أنا أشكرك من تونس الكاتب والمحلل السياسي كمال بن يونس، كذلك من تونس الكاتب والمحلل السياسي بالحسن اليحيى، وشكرا جزيلا لكما. المسار السياسي في سوريا واللجنة الدستورية وتأثيرها على العلاقات الدولية مع دمشق، هذا الملف عقب فاصل قصير. أسابيع قليلة يفترض خلالها أن يبدأ عمل اللجنة الدستورية السورية، ما يعني انطلاق المسار السياسي لحل الأزمة السورية بشكل فعلي. الأمم المتحدة أكدت أنها ستتابع وستوفر للجنة كامل الدعم اللازم لإنجاح عملها، فيما تعهدت العديد من الأطراف الدولية بإنجاح عمل هذه اللجنة. في المقابل يطرح العديد من المراقبين تساؤلات حول مستقبل علاقات دمشق الدولية، خاصة في ظل انتظار العديد من الأطراف وخاصة الأوروبية لانطلاق عمل هذه اللجنة، ما ينعكس بشكل مباشر على إعادة تموضع للعلاقات مع دمشق. في المقابل تبدو الجهود الرامية إلى إعادة سوريا إلى الجامعة العربية مرتبطة كذلك بتفعيل المسار السياسي. قد تفتح اللجنة الدستورية السورية آفاقا جديدة حول علاقات سوريا مع العالم العربي والغربي، فعلى الرغم من غياب سوريا عن مقعدها في الجامعة العربية لمدة تجاوزت 7 سنوات، إلا أنها لم تغب يوما عن تثبيت مواقفها في الجمعية العامة ومجلس الأمن وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة. ولكن عقب الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة في الأمم المتحدة طرحت مبادرة صلح عربية ربما تحسب إيجابية على العلاقات السورية مع الجامعة، حيث التقطت كاميرا غير رسمية مصافحة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للوفد السوري المشارك في الاجتماعات العمومية والمتمثل بوزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد والمبعوث السوري الدائم إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري. كما أن هناك خطوات احتسبت على قائمة إعادة العلاقات إلى ما قبل الأزمة، خاصة مع فتح الحدود السورية مع كل من الأردن قبل نحو عام والعراق مؤخرا، بالإضافة إلى افتتاح سفارات عربية واستمرار عمل أخرى في مهامها الدبلوماسية في دمشق. أما فيما يتعلق بعلاقات دمشق مع دول العالم، فإن أوروبا رحبت باللجنة الدستورية وفكرة تشكيلها بعد جهود مفاوضات المندوب الدولي إلى دمشق جير بيدرسون، توصل فيها لاتفاق لتشكيل أعضاء اللجنة المكونة من 150 عضوا مقسمة بالتساوي بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة وأعضاء عن المجتمع المدني تختارهم الأمم المتحدة. اللجنة الدستورية السورية قد تبدأ عملها في 30 من تشرين الأول الحالي، وقد تطرح اجتماعات اللجنة ما المطلوب من دمشق وما المطلوب من دول العالم لفتح باب العودة إلى العلاقات الطبيعية بينهم، على الرغم من وقوف الرفض الأمريكي عقبة أمام الفكرة واستمرار واشنطن في فرض عقوبات على سوريا بسبب علاقاتها مع إيران. ومع تقدم الجيش السوري وبسط سيطرته على معظم أراضي البلاد، إلا أن هناك نقاط خلاف عسكري تخلق، كان آخرها مطالبات دمشق بانسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضيها، غير أن تلك الخلافات يجب أن توضع جانباً فيما البحث عن فكرة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية يجب أن يكون مطروحاً على طاولة الحوار بين أعضاء اللجنة الدستورية لمحاولة إخراج سوريا من حرب طاحنة تجاوزت مدتها 8 سنوات. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهند الظاهر. أستاذ مهند أهلا بك بداية. يعني بعد إنجاز الدستورية الاحتفاء العالمي بها، هل تظهر لدمشق تغييرات جوهرية في مواقف الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة من شروط التطبيع مع دمشق؟ مرحبا بك أستاذ طارق. أهلا بك. اشتقت لك لأطلالتك، شكرا لك يعني طبعا الاستضافة. مؤكد يعني أعتقد بأنه الأمريكي أو الأوروبي غير معني بالحل في سوريا، وأعتقد بأنه جزء من تعقيدات الأزمة هو الموافقة على
يعني إقرار اللجنة الدستورية، خاصة أنه الدولة السورية حاولت كثيرا يعني قدر المستطاع أن تتجاوب إلى أبعد الحدود، وكان دائما هناك عراقيل. أنا أظن بأنه الموافقة على موضوع اللجنة الدستورية يتعلق بشيء أساسي، هو أن الأمريكي بات يدرك بأن معركة إدلب شرفت على الانتهاء، وبأن أعطاء الجيش العربي السوري مهلة للإرهابيين أو هدنة للإرهابيين من طرف واحد وهي من طرف الجيش العربي السوري، فهذا يعني بأن الجيش العربي السوري يحضر لمرحلة ما بعد إدلب، هي منطقة الجزيرة السورية ما يسمونها شرق الفرات. وبالتالي أنا أظن يعني الموافقة هو جزء من المماطلة، ولذلك أنا لا أظن بأنه الحل قريب في سوريا. نعم يعني قد لا نقول بأنه بات بعيدا كما يعني كان سابقا، لكن هو مؤكد بأنه يعني ليس بهذا الشكل. طيب يعني إذن واضح يعني هل يمكن في هذا الإطار على المقاطعة فصل المسار السياسي عن الميداني العسكري؟ يعني أنت ترى هذا الحل لن يكون قريبا رغم تشكيل اللجنة الدستورية، الأوروبيون وكذلك الولايات المتحدة يتحدثون عن عملية، يتحدثون عن تدابير لبناء الثقة، عملية سياسية تتسم بالصدقية، يتحدثون عن إشراف الأمم المتحدة. دمشق تتحدث عن تعديلات عن الدستور، المعارضة تشير إلى دستور جديد قد يخضع لاستفتاء. يعني في الأفق هل ترى من المعطيات الإيجابية التي يمكن تجاوز كل هذه ربما التحديات وتباين وجهات النظر؟ يعني طبعا لابد أن هناك إيجابيات، لكن أنت تعلم تماما بأنه الدستور هو شأن داخلي جدا، وميثاق الأمم المتحدة يعني يؤكد تماما على عدم التدخل في صناعة دساتير البلاد. لذلك الآن سوريا غير معنية بأي تعديل دستوري يعني يمكن أن يفرض من الخارج أو تفرضه هذه الجماعات التي يمكن أن يكون لها اتصال مع جهات خارجية كتركيا أو أمريكا أو غيرها. الموضوع متعلق أولا وأخيرا بالنسبة للدولة السورية باستفتاء أولا بالتعبير الموضوع اللجنة الدستورية. دائما شيء هناك شيء بالقرارات الأمم المتحدة بشكل عام والقرارات الدولية بغالب الأحيان فيها الغموض البناء الذي لا يمكن أن يقرأ إلا على وجه واحد، وبالتالي كلمة اللجنة الدستورية بالنسبة للدولة السورية هي لجنة مناقشة الدستور وليست اللجنة الدستورية وليست تعديل الدستور ولا أبدا أبدا. لابد أن يكون هناك تعديل لبعض المواد، ولكن هذا التعديل إن لم يوافق عليه في مجلس الشعب ويتفق عليه الشعب العربي السوري ككل في سوريا، مؤكد بأن الدولة السورية غير معنية بالموافقة على أي طلب أو فرض. الغريب في الأمر يا أستاذ طارق يعني أنه ما يحاول الغرب بشكل عام هو أن تكون لجهات إسلاموية، ولا أقول إسلامية وأنا دقيق بمصطلحاتي، أقول لجهات إسلاموية أن يكون لها حصة في الحكومة السورية، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به دولة دستورها ينص على أن تكون دولة علمانية. لذلك الآن أنا أقول بأنه نعم هناك ثمة أمل في هذا الموضوع، لأنه الدولة السورية تصر على موضوع يتعلق بما يريده الشعب العربي السوري. ليس كل ما يقال في الإعلام العربي ككل بأنه آراء الشعب السوري قد تكون ضد هذا الدستور الحالي. الدولة السورية ذهبت إلى ليس تعديل الدستور، إلى تغيير الدستور في عام 2012. كان الموضوع يتعلق بموضوع الحزب الحاكم والمادة 8 وحزب البعث، ومع ذلك سوريا لم ترى ضيرا في ذلك. إذن الموضوع مو متعلق بسوريا، الموضوع متعلق بمن يريد لسوريا أن يكون دستورها يتناسب، والأمريكي يتناسب، والأوروبي يتناسب، والجماعات الإسلاموية بشكل ما من الأشكال. طب مدى الشعور أستاذ مهند في دمشق بأن دفء ما بدأ ينمو في إطار العلاقة السورية العربية، وأن سوريا كما هي حريصة على الجامعة العربية، حريصة إعادة علاقات مع كافة الدول العربية، وأن تسرع في ذلك حتى لو لم يكن ذلك بموافقة من الجامعة العربية؟ اولا الدولة السورية غير يعني اولا هي جمدت عضويتها ليست بالطلب منها، ولكن كما نعلم بالطلب من بعض الجهات العربية واولها قطر. وبالتالي اذا كنا نتحدث عن دفء بالعلاقات، انا راح ازيدك بالشعر بيت وراح اعطيك معلومات من اعلى مستوى في الدولة السورية، ما راح اقول لك لا تحليلات ولا شيء. هناك طلب تقارب سعودي كان بعد افتتاح او قبل افتتاح سفارة الامارات في سوريا، وهذا الكلام سمعته من يعني شخص بارز جدا في الحكومة السورية. يعني لذلك كان السعودي يحاول قدر المستطاع أن يتخلص من بقايا علاقته بجيش الإسلام في سوريا. وبالتالي جاء الضغط الأمريكي وجاء تليفون أمريكي للرئيس السيسي
وجه الموضوع الأمريكي للرئيس السيسي وقال له بأن يخبر السعودية والدول العربية البقية، وكانت هناك محاولة لفتح السفارة الإماراتية في تلك الفترة، ووصلت الأمر إلى حد بأنه السعودي حتى هذا الوقت يغازل الدولة السورية، وهنا عم أحكي لك معلومات وما بقدر أحكي أكثر منها. طب هذا كلام جميل. هناك زيارة مقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، سيحمل معه رسالة من دمشق إلى الرياض. ألا عرف في نهاية المطاف أستاذ مهني، وأنت تعرف وجهة بعض الدول العربية لا يريدون لسوريا الارتماء، أعذرني على هذا التعبير، في أحضان إيران؟ يعني جميل، هو هذا أحد، يعني هناك شرطان بالنسبة للدول العربية على سوريا لكي تعود إلى الجامعة العربية. أولا التصريحات الأخيرة للسيد وليد المعلم وزير الخارجية كان الموضوع بأنه يجب أن يعود الجامعة العربية إلى سوريا، القصد في ذلك بأنه سوريا وصفت وما زالت إلى الآن هي قلب العضو والنابض، هي الوحيدة التي تحمل الفكر القومي، حزب فيها حاكم، ولست أنا يعني لست أنا بعثيا حتى يقال يعني بأني متحزب، ولكن يعني الحزب الحاكم فيها حزب قومي عربي يؤمن بالوحدة العربية إلى آخر هنالك. لكن أنا أظن بأنه الارتماء بحضن إيران ليس الموضوع، الارتماء بحضن إيران، أولا إيران هي دولة بالنسبة لنا دولة حليفة تساعدنا في سوريا بموضوع اقتصادي وموضوع عسكري، حتى أن هناك مستشارين عسكريين وهذا غير خافي، وهناك كان حتى بعض الوحدات القتالية التي تقاتل جانب الجيش العربي السوري. فالعلاقة مع إيران، هناك وثيقة وقعت مع الإيراني في موضوع التعاون الاستراتيجي في هذا المجال، وبالتالي أنا أي اتهام للارتماء بحضن إيران يمكن أن يرد بأنه هناك ارتماء للحكومات، بعض الحكومات العربية ارتماء بحضن الأمريكي وتنفيذ الأجندات الأمريكية. المشكلة فقط هو بأن إيران متهمة بالمنطقة بأنها تريد تشييع المنطقة وإلى هناك. كل هذا الكلام هو إسرائيلي، اسمح لي، وكل هذا الكلام هو تصريحات إسرائيلية بامتياز، وبالتالي تتبناها بعض الجهات العربية ليس أكثر من ذلك. أنا أشكرك من العاصمة السورية دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهند الظاهر، شكرا جزيلا لك. إذن بهذا نصل إلى نهاية العاشرة، نعود ونلقاكم غدا بإذن الله. هذه تحية وإلى اللقاء.